اذا واحد عنده علم وفاهم ويا واحد ما يفهم اقول لك لا. فاقول لك يعني هذه احنا مهم المهم خاصنا نجح قصتنا. قلت له احنا كذي ما رضى. قال ما قال لي يا ابن الحلال خلينا نبدل بامب. نو 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 قلت له يو ار ان بيج بروبلم يعني. قال لا لا زين هذاك اللي جاب لكم شو اسمه قطع الغيار ما وصل لا ما وصل ما مدى يوصل ما يبي ينطر ذي لا ما يبي ينطر يلا يقول لي الستارت انجن لا شلون؟ قال شغل الانجن وليش مطرشين عيال ذاك؟ اسمع قلت له شلون شغل الانجن؟ ليش؟ قال لا عشان البارجز اوي والمايه تايد لو بيروح تو لا وبصير جراوند. قلت خلي يصير جراوند سويت يعني بيلحمون يعني خلي اللحمون بينتكر بيطلعون نحن انت طالب بيقلص بظهر برا وين المشكله؟ المشكله عندنا في الانجن ما يدري نشغلها. قال نو نو ما ستارت. قال لك لا ما اسوي ستارت سوري ستارت لا ما شغل انا. قال وايد لا ما شغل. قلت له مو انت تشيك يعني ما حلت المشكله على اي اساس بيشغل؟ اي لا بس عشان احرك التك مشيل الدواب اللي يلحمون زين الدواب خلي لحمون هذا الحشي ما بيصير فيهم شيء ما هو مشكله اقول لك عندنا الحين باب الفجر عندنا هاي المي انا اقدر اشغل الانجن انت لازم تشوف الخطر الخطوره اللي عندك اي اخطاء بالضبط انا اقدر في الامرجنسي نقدر اشغل الباب اللي برا مال العايل اخلي الباب ذاك بدل دي الباب يشتغل اذا غادي هذاك خليه عندي اخذ الانجن اوكي لكن ما اعطاك مجال لا اقول لا شغل الانجن ما اعطاك فرصه حتى تغير البامب لا لا البامب طب هركب العود ما تركبه بشيء هناك ما بيخالف انا ما بسويه ما ببدله انا بركب تجي لي بس انا بركب انا مع السلامه بركب شيل البامب ركب مع البامب لكن ما خل نحل القضيه هذه وهم ما قال لا 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 دريت انت تشيل قال لي اسكت تشغل خلاص خذ المسؤوليه انا ما شغل سوري انا ما ادري شغل As long as you are the chief, you start the engine. على برش شغل الانجن. بس طلع فوق بس طلع شغل الانجن صارت عشان شوي في اويل لا. مش شغل بامب شغل اويل اويل السامب. في اويل شوي اشتغلت. زين اي ميه الحين يطلع ميه. بس طلع فوق راح فوق سلمان محول كان جاي من فوق برا بيحول الانجن وتنفجر البيبان الجهتين. والله يا جميل ان انا شفت سلمان بعيني على الدرب محول يمكن باقي ثلاث عتبات يحول على الدك الضغط شايل من فوق الدرب يطلع فوق على باب الحين اخ على باب الحين طاح ان الله سلمه بعد اي وطلع برا قام يصوت شبت الجنوب كلها ضوء والتك ما في باب اهل ما في سي او 2 ها ما في الا ثلاث طفايات اثنتين باودر واحد زودو بس هاي اللي فيه ما تلحق عباره ذا البورتابل ما استوي هاي اللي بورتابل ما يسوون شيء يا اخوي اذا الانجروم كله ضو الدك ضو البلج ضو وين تلحق ما تلحق اقول لك شفت بس الحمد لله الله سلامكم انتم بعيدين يعني قدرتوا تطلعون او سلمان برا ذاك برا بس انا اللي تحت اي انت الحين عبارة صار الانفجار وانت داخل اي نعم اقول لك انا حشيتها وين اطلع دراي ما مش دراي كله ضو ما في امرجنسي سكيب في سكيب لا في امرجنسي سكيب في الستور رحت حق الامرجنسي انا قبل رحت بطلع من برا من ورا من الستور دخلت الستور ببطل السكيب هاك بطلع والسكيب السكيب هاك مجيمه مو محل مو معمل حتى المينتنس ولا حاط لها سيرفيس يعني في اشياء كانت يعني مهمله من قبل رؤسائها طبعا مو من صوب نحن نعم المهم ما يبالي رجعت هسه دري واحد من جارتها مني وقاف شيء داري هاي بعد كذا مش اللي داري هاي اطلع بس بيحركك من الحراره ما يخالف اطلع مو مشكله يعني المهم تطلع بروحك لكن يا جميل والله العظيم في هالاثناء هذه سكندز بالسكند انا واقف هاي تواني طبعا انت تاخذ القرار اي تذكرت الحوادث اللي صارتني نفس الحرايج في انجرون في تاكسي ترا وفي تاك هاي قراري طلعت منهم اقول انا هذه ثابت هاي ما بطلع منها سبحان الله نعم قلت كذي قلت كذي قلت ما بطلع من هنا هذه لكن الروح عزيزه قلت اللي يصير يصير تشبت فينا الظل بطل البحر بطفيه وان وارش ما اشقح شقح من هني والله يمكن لي هذيك العصا على الدرج واطلع فوق كل اللي حاشني اذني احترقت هذه هني والشعر اللي احترق استوى من الظل تطلع من الانجن كذي اقول لك كل العاب ناريه البتاري الفلاش يطلع منهم شنو العاب ناريه ضو بعد مو لعبه اي ومين انجن العوده 750 فولت
طلع والكيبل بهالمتين ايش بصير؟ ما طلعت مره ولا سلمان صار على البحاره. هذا قاعد يشغل وينج يشيل البيوره فوق. ما يدرون. لا ما يدرون. لحقوا عبد الرحمن اكو احترق داخل. جيت انا وهي راكض على الدك. جيت سلمان ايش فيه؟ قال لي اقول عبد الرحمن احترق داخل الحين. صغير من الروع ما شافه ما عرفك. لا 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 اقول له يقول عبد الرحمن اكو داخل احترق. قلت له عبد الرحمن انا عبد الرحمن سلمان. اقول لك لا قبوها يا بنت شفت واخذ بهاللون. سلمان ايش فيك؟ وش فيني؟ قلت ايش فيك؟ انا طلعت انت برا يقول لي طلعت انا برا ايش فيك انت الحين؟ لو انا اقول احترق ذاك اللي بالمكه احترق مني بس خليك يعني السيف. وتعمل قلت له اعتبر روح طف ضواحي. قلت له لك يلا هاي خذ المسؤوليه. والله قلت له لك قال سوكي بوي اوكي شنو اوكي زين احنا بالقالي داخل والله جميل. انا اشوف بعيني بيبات بيبات مال جاس مال تشوره حط لنا تشوره على جاس عود في القلي حق الطباخ. في جاس قبل؟ كهرباء يعني في كهرباء لكن هاي يبي تشيل على قاس في سلندر برا. والله اشيل البليته مال الديك تلقى لي داخل صارت حمراء بوك طلعت ضوء منها. قلت له لوك لا اقول له خط طفاي فنش قلت هاي فنش كل الضوء واري. الحين هو يبي يغطي على غلطته. اي والله جميل. شفت البوت هول الجامع انش مثل جامع فرقعت صارت بلت من المثل صار مثل الشمع لابد لا هاي هذي اوكي باللي انت هتقول. المهم خلاص قال الكابتن لسه ابندن الشيب. خلاص نوي ابندن اللي هو عباره ان اي خلاص خلي نترك نخلي اي خلي سابين اي الشباب يمكن بعض ابندن الشيب بعض المصطلحات البحريه ما يعرفون ولا اي نعم. المهم ركبنا فوق طلعت انا من حجر الكابتن لايف جاكيت رجعت عليهم كلهم انت واحد وانت واحد هاي ما يدوري ما عندكم لايف رابت ابو احمد في لايف رابت بس اولا انا اعرف لايف جاكيت انا حقي ما حصلت قاعد صارف واسمهم يا عيال مجنونه يا الحرام احنا وزع عليك انت وين ما عندنا جاكيت شاطر البحر وين اسبح قال لي الظلام تو شيء تحرقت تحت السيت مال الفراش مال الكابتن لقيت هي الواحد لبسته